وساع الحرس ورقة جريدة ولفيناهم لفتين وحطيناهم في هذا مرة ما يحتاج. شايف شغلي وجالس أضحك على الدهوج بس ما مطمن من أبو الخير هذا. يا رجب رجب يا رجب يا سم رجبان نعم يا عمي بعدك غافي بعدك مو أسوي يا عم زينان ترى البارحة طول الوقت ورا هذا أبو الخير زين اجلس أريد أسألك. خير يا عمي زيدان خير. خبرني ويش سويت مع أبو الخير أمس؟ ويش سويت بعدي؟ تراني أراقبه حسب ما قلت. وأمس اشتغل ولا ما اشتغل في التاكسي؟ كيف تريده يشتغل يا عمي زيدان؟ وأنا كل ما أشوف واحد رايح له أقول له إن هذا سايق التاكسي مجنون، والثاني أقول له لص ما حد قام يروح لعمي زيدان ما حد قام يروح له. أيوة كذا زين أريد يجي عندي تسامح. علشان يعرف من هو زيدان. تأخرت اليوم تأخرت. يلا يلا. ماشي بعد يعورني. يا ثاب المفروض انك تصحيني ما تشوفني نايم. انا يا ابو الخير بدي اتريح شوية. بعدين ما في داعي تروح كل يوم الشغل وترجع كل عمرية. ما عليه. الله سبحانه وتعالى بيفرجها. اقول ابو الخير بما انك يعني هالايام ما تشتغل. فايش رايك تروح لمد اختك بدر وتاخذ منه فلوس؟ يا تمشي حالك شويه. كيف يعني انا طلبتك فلوس؟ لا عشان انت ما طلبت، لكن لو طلبتني والله ما اعزل عليك. نعم اطمن ان شاء الله ما اطلب منك شيء. ابو طب انت ليه زعل؟ انا ما قلت شيء زعل. انا اقول ليش ما تروح عند ود اختك بدر وتاخذ منه فلوس؟ بعدين انت واجد تعطيه دائما تعطيه. اقول لك شواحد، هذا التاكسي ما دام ما جاي فايته تركه يغيب عن عينه. لا ما بتركه. وإذا تقول أبطلنا زيدان هذا الخصف أنا أقول لك لا، الرزق من عند الله وتشوف. كيف أنت ما بتطلع اليوم؟
لا انا بطلع، ماني ما بطلع، لكن بعد شوي. غريبه، العاده تطلع معي. هذيك العاده بقى، الحين الحال تغير. ايش قصدك؟ قصدي انا كنت اطلع معاك قبل لا تشوف زيدان، الحين لا بقى. لا 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 لا، الحين اخاف هذا زيدان كاتب على التاكسي شيء وفجاه احنا ماشيين بالطريق وينقلب له. انت وامثالك من الخوافين سبب وجود زيدان وامثاله. انت ما عندك الا هذه الكلمه بس؟ وانت ما عندك الا الخوف؟ ما تعرف ان لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا؟ والنعم بالله، لكن لا لكن ولا شيء. يلا قوم على ابليس، خلينا نطلع مع بعض مثل ما متعودين. يلا قوم 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 قوم. لا حول ولا قوه الا بالله، اقوم وامر لله. طب يلا، لا حول ولا قوه الا بالله. يا حي الله ذاك الرجال. اهلا وسهلا. اهلا صاحب، اهلا اهلا، تفضل معي تفضل. لا احسنت، ما يحتاج، مستعجل. خير يا اخوي؟ كأنك متغير علينا اليوم. مالك الصاحب، ايش فيك؟ كأنك زعلان وكأن ما اعطينا خبزتك يعني. اعطيني مفتاح السياره يا ابو الخير. اعطيك مفتاح السياره؟ خير ان شاء الله. ايش اللي صار؟ هذه سيارتي وما اريد اجرها. مالك الصاحب، مالك الله يهديك، رجال ما مقصدك شيء، يعطيك فلوسك شهريا. واذا كنت محتاج لمقدم انا ممكن اعطيك الحين مقدم. لا لا احسنت، انا ما اريد شيء، اريد سيارتي. انت ايش فيك اليوم؟ ايش اللي غيرك علي كذاك؟ لا 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 لا، شوف هذا ما وصول. ما دام الرجال يعطيك فلوسك شهريا فما لازم تسوي كذاك. يا جماعه يا جماعه، نحرق سيارتي. بس احنا اتفقنا على سنه والسياره بعدها ما قبل سنه عندي. احنا ما كتبنا ورقه بهذا الاتفاق، بعدين ما شيء يلزمنا ننتظر سنه. يا خساره، كان اللي بيننا كلمه رجال لرجال، والرجال لما تقول كلمه ما تتراجع فيها. هذاك اول الزمان غير الزمان. لا وانت صادق، لا ابوي، الزمن ما تغير لكن اهل الزمن والله متغيرين. واخر كلام عندك؟ اذا تريد تستمر في التاكسي ادفع زياده 50 ريال. قول كذي من الاول. هذا انت سمعت. زين ابوي، خذ سيارتك والله الغني. وهذا اللي كنت انا خايف منه، شفت؟ ايش شفت ده بعد ثاني؟ ايش شفت؟ زيدان قال لك بتخسر، وهذا اللي يجيك الحين من فعائل زيدان. قلت عني انت الحين؟ راسي يعورني واريد ارتاح. انت ابوي مريض من امس، محموم من امس، عقب بالله عليك انت غشيم انت؟ حد يتحدى زيدان؟ انت شوف اسمه زيدان، ما زيد واحد. خل 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 تفضل، تعال تعال ارتاح. والله العظيم يعني بنظل طول اليوم كذاك؟ أنا قلت كلامي، ما في شغل بعد اليوم. بدر أنت كيف تفكر؟ أفكر صح، لأني أريد أضمن هدوء لأعصابي اللي صار لها أيام قاصر لا تجنني. تهدي أعصابك بقرار مثل هذا؟ إنزين ليش ما قلت لي قبل الزواج إنك ما راضي إني أنا أشتغل؟ ليش تقول اليوم بعد ما صدر قرار تعييني كمديرة؟ لا تقعدي تزيدي وتعيدي، أنت ما سمعتي ما إيش يقولوا عني في الشغل؟ كلامنا بنفسي ما طيقه، وراتبي يسد البيت وخلص. السالفه ما سالفه راتب، السالفه سالفه مبدا انت وافقت عليه من الاول، وهو اني انا اشتغل. شوفي زهره، هما شيئين، يا انك تترك العمل يا اني اشتغل واشوف لي شغل في مكان ثاني. الو، عم ثابت خالي، زين الحين جانك الحين؟ بدر انا بروح بيت ابوي. منها كباب. يا الله يا ثابت، راسي راسي. يا الله سلامتك يا ابو الخير، سلامتك من كل شر ان شاء الله. هذه الشمس صافعتني من كثره الوقفه في الاستيشن. لا لا وانت صادق، لا هذه ما الشمس، هذه حبات زيدان. يا الله يا الله، لا تذكرني بذاك النحس، يا ليتني ما رحت له. صدقت الحين انه هو السبب؟ لا ثابت. نعم ابو الخير. غيب جيب لي ماي. بعدني اغيب؟ سامحني يا اخوي يا ثابت، انا يوم استوي محموم اهدر شويه، اهدر، ابغي ماي ماي ماي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
يلا هينك يول ماي، هينك يول ماي، عطشان روني عطشان. تفضل ماي، تفضل تفضل. يلا يلا. هذا الماي مر، هذا حلقك مر. انت ما سمعتش دكتور وبيقول حركته مرتفعة قوي؟ سمعته، وقال بعد يبقى استحم عشان الحرارة تنزل. انزل ابوي اسمعني، اذا حركتك هذه ما نزلت روح انت لدن. لا لا لا، ما اروح ما اروح. كيف ما تروح؟ ما تشوف حالتك؟ اخاف اروح له ويشمت فيني بعد. زين يا ابو الخير، استسمح منه استسمح منه. والله لو اموت ما بروح استسمح منه. يلا ابغي انام ابغي انام. زين ابوي نام 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 ارتاح نام نام. يلا. اقول ابو الخير، هو ما قالش الدكتور اذا كانت هذه الحمى تأدي ولا لا؟ لا ما تعديش. هن وبعدني. بدر بدر، كيف حالك بدر؟ اهلا ربيع، انت هنا؟ اي والله يا زول خالك الحبيب. حبيب؟ ايش السالفة؟ بعدين بخبرك بعدين، المهم خلينا ندخل. وهذا اللي كنت خايف منه، كل واحدة من كان ركبت راسها واصرت. طبعا ساكتت، ايش بتقولن يعني؟ عموما زين ان هذا اللي صار الحين قبل لا تتطور المسألة وتتعقد. انا الحين بامكاني اطلقش منه. ابوي لا عاد سعد حدك كله ولا الطلاق. اذا ايش الحل بالله؟ ايش الحل؟ اجلس اشوفه هو يبهدل بالبنية كل يوم في شيء؟ هو ايش يضره لما تثير زوجته مديره؟ يا ابوي بدر ما اخذ الموضوع بشيء من الحساسية، وانا عندي امل ان شاء الله انه بيهدأ. يعني كيف؟ اسكت؟ ما اتدخل؟ ما حد قال لك اسكت، لكن يوم تبى تتدخل قول كلام له معنى. افا افا يا اصيل افا، كانش غلطت علي. يعني انا كلام الحين اللي ما له معنى؟ يا رجال استهدي بالله، انت لما تجيك بنتك عندها مشكله وتخبرك عن شيء هي ما لاقت له حل، ما المفروض انك تهديها؟ ها انت تزيد المشاكل. لا 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 لا، انت دائما كذاك ما يعجب الشيء. انا ابو ما يعجبني وانت ابو ما عاجبنك شيء البر. وانت ما تسوينا كما بعض الاهالي، اول ما بنتهم توصل عندهم البيت يقوموا يترسون لها راسها بالكلام على زوجها، هذا عاد بدل ما يهدوها. مو زين خالتي خبريني الحين ايش اسوي؟ بدر قال يا اني انا استقيل يا هو يستقيل. لا ان شاء الله ما بيصير شيء من اللي قالته تقولي. المهم انت قومي اتصلي ببدر وخليني انا اكلمه. خالتي ما يستوي، بدر رايح يزور خاله وين مريض. وابو ابو الخير مريض؟ هي واتصل في العم ثابت وقال لي انه مريض. عقب اقول لك خلنا نسير لهم وبالمرة عاد نزور ابو الخير. اها وين خالتي؟ ترى ابو ما يستوي ما يستوي. بدر زعلان. ايه زعلان؟ ما عليش انتي منه، خليني انا اتصرف. خلي يلا. وعانل ابو الخير وعطاه مفتاح السيارة. يعني الخطة نجحت؟ ايوه، والظاهر ابو الخير تعب، ولما تعب شلوا هذا اللي اسمه ثابت ودخلوا في البيت، وعاد انا قلت على طول اجي اخبرك بسرعة. زين سويت زين. ويلا عاد انا اقوم انام شوية. ماشي نوم. تروح تراقب البيت وتشوف مين يجي ومين يروح وايش يسوي. ترى الرجال راح من التاكسي وهذا اللي احنا نريده. اسمعني زين، سوي اللي اقول لك عليه. ابو الخير باين عليه عنيد ويورطنا ولازم نتحذر منه. قم. يعني اروح اراقب البيت مره ثانيه؟ ايوه، واذا صار شيء تجي تخبرنا بسرعه. يلا تحرك. ان شاء الله. لولا نصيحتك يا عم بالخير ما ادري لوين كانت توصل سالفتي. كلامك هذا يا ربيع ريحني وعاد لعافيتي من جديد. نجي اقول الحين رباط هذا يعني تبطل؟ اي رباط يا عم ثابت، اذا كان في رباط فهو رباط الوهم اللي انا كنت عايش فيه، مجرد سماعي ان زيدان كان مسوي شيء
كان مثل الحقيقة في داخلي، وللأسف إني صدقتها، واللي زاد الزود إن الكل كان مصدقها. فعلا يا ربيع، الوهم اللي في داخلنا أحيانا يصور لنا أشياء ونقوم نحن بضعفنا ونصدقها. شكلك يقول إنك ما فاهم حاجة من اللي قالوه. والله في الحقيقة ما فاهم. أنت فاهم؟ أحس إنهم يقولوا كلام زين. إنزين كيف أنت الحين عايش حياتك زين يعني؟ الحمد لله رب العالمين، الحياة معي ومع زوجتي صارت جنة، صرنا متفاهمين أكثر من الأول، وكأنه كتبت لنا حياة جديدة. أقول عم بالخير، أنا أشكرك من أعماق 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 قلبي. ها شوية شوية عليك، ذاك بغرق في بحر شكرك. على وين على وين؟ أبوي الرقدة ما منها فائدة، أنا شوية وأصدق إنها زيدان عنده شيء وفعلا نظرني، لكن كلام ربيع يقول الحين إن زيدان كذاب والخوف منه هو المرض بعينه. زيد وأنت قل إيش ناوي تسوي؟ أتابع زيدان هذا وأشوف إيش سوى معي وأتصرف معه. بدر. نعم. وصلني أخذ التاكسي. ها ثابت أنت معي؟ والله أنا إيش أقولك؟ إذا كنت بعد الخيفان من زيدان جلس مكانك وخليك طول عمرك خايف وجبان. لا أنا ما جبان، أنا 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 معك. أجب يلا يلا. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. والله ما كنت أتوقع أنك طماع إلا اليوم. ثابت ما يحتاج هذا الكلام، ما يحتاج. تفضل، هذا ال50 ريال اللي طلبتين زيادة. تفضل خذ فلوسك، خذ مالك ذاك دان، خذ له. سامحني يا أبو الخير، أنا ما أريد فلوس، يا ريتني ما سمعت كلام زيدان. زيدان؟ أيوة زيدان، أرسل لي المعاون مال رجب وقال لي لازم تأخذ تاكسي من أبو الخير، وهددني إذا ما نفذت كلامه إنه بيضرني، وكنت خايف على نفسي منه يا أبو الخير، سامحني. زين، وإيش اللي غير رأيك الحين؟ أنا إنسان مؤمن يا أبو الخير، وفكرت في السالفة وحدي، وشفت إن ما حد يضر حد إلا بمشيئة الله سبحانه. كذاك أبغاك يا ولد، هذا هو الكلام زين. والحق نفسك هالكلام، قول على عمرك كم يوم تبعت تتنافض من زيدان وعمايله. هذاك أول يا أبو الخير، أما الحين لا، أنا معاك ضد زيدان، إن شاء الله يكونوا 3 زيد ما زيدان واحد. وهذا على ما ظل تريدوه رجب. هذا هو رجب، هو هذا. بعدك جاي تتلصص، بعدك تتلصص. زين ربط عندك لنجيك احنا، وعطي السيارة عشان نروح للزيدان هذا. ولا يهمكم، خذ تفضل وجيب وجيب يا اسكان. ما يهمك تعال. أخ ربيع، هذا أنت؟ أي والله، كنت زار العم بالخير. خالتي أصيلة، الأخ ربيع زميلنا في الشغل. عفوا بس ما في حد في البيت، كلهم خرجوا. كيف خرجوا؟ أبو الخير يقولوا مريض، كيف يخرجوا؟ لا الحمد لله هو بخير الحين. الحمد لله، عقب جايتنا سوت بلاش. أخ ربيع، الله يكون في عونك مع هذه السيارة. لا الحمد لله صلحتها خلاص، يلا مع السلامة. مرحبا بك. طب ما انت كذا جالسة تشوفي على الرجال؟ انا جالسة اشوف على السيارة. هو عاقب النجم هذه السيارة القرنبع. هذه السيارة يا كانت عند بدر وبهدلتها كثير، ويمكن تكون هي السبب في انها عرفتنا على بعض.
زهرة سمعيني يا بنتي، جلوسش في بيت أبوش ما منه فايدة. أنا من رأيي إنش تحلي هذه المشاكل مع زوجش. بدر صعب واحد يتفاهم معاه لما يكون معصب يا خالتي. إنزين عقب عزميني عندكم حال غدا وأنا بتفاهم معاه. إنزين يا خالتي، لكن أنا عندي شرط. خير؟ إنش تعلميني الطبيخ. خلتني توكلي خلت. عقب يلا خلت. هيا بينا بيكون. سالفه صاحب التاكسي وعرفناه، لكن الشغل اللي خطا، معقوله كل شيء صار صدفه؟ كل شيء تريد تعرفه يا ثابت وتعرفه من زيدان القزم. قزم؟ اي قزم. انت لو شفته يا ثابت كان بتلوم نفسك على ذاك الخوف. انزين وايش ناوي تسوي معه؟ مثل ما هو جالس يخطط ويلعب علينا الحين بنعلمه فنون الخطب واللعب. عقب في هذه الحالة يبان نقواتي. اسفك فريد، خليتك تنفر شوية. لا ولا يهمك، احنا خلاص تعودنا على الفوضى الوقتية. احيانا يكون الافتتاح الساعة 8 ويتأخر لثمانية وعشرين دقيقة، واحنا ننتظر مثل طلاب المدارس وصول المدرس او طابور الصباح. لو كنت فعلا تدرك أهمية الوقت وقيمته كان ما ضيعته في كتاباتك المعقدة. رجاء أحنبيل، لا ينبغي تحقير كتاباتي. طيب يا دادا استريح. ليش أصل فريد؟ أنا أريدك تمسك صفحة القراء. أنا أمسك صفحة القراء لمدة شهر حتى يرجع زميلنا من الجلسة السنوية. عفوا أحنبيل، أنا ما أعتقد أن هذه الصفحة تتناسب مع أفكاري. بالعكس، وتكون مخطئ لو اعتقدت هذا. أنت ما دائما ترفع شعار وجهات النظر في هذه الصفحة، ومن خلال رسائل القراء وإبداعاتهم الكتابية بتقدر تعيش معهم، لأن هذا اللي ناقص لك. ممكن توضح النقطة الأخيرة لو سمحت؟ أخي فريد، أنت في الحقيقة عايش حياة شبه عزلة. أفكارك وجهات نظرك ما تعرضهم إلا في أقل القليل. وبعدين تعرف ان معايشة الناس وجس نبض الشارع هي الحياة الحقيقية، والعملة اللي بوجه واحد غير متداولة. لازم يكون هناك وجهين. ليه ساكت؟ عموما هذه وجهة نظر وينبغي علي احترامها. واذا كانت هذه الصفحة بتولاها لمدة شهر فيبدو ان الامر نوعا ما ممكن. هذا شيء يسعدني يا فريد تماما. عموما بامكانك استلام الرسائل من بريد المجله. حاضر. موفق. هاي يعني جاي تستسمح مني يا زيدان؟ نبغى منك سماح ابوي، هذا انسان تعب. انا ما ادري ايش سويت فيه انت. معلوم علشان مره ما يستجرى ويتحدى زيدان. انت ترى احنا مو نسوي فيه، هذا الانسان ما رحم نفسه. نبغى منك السماحة طوالوه. ايش؟ تعيب علي؟ لا هو يقصد يا طويل العمر. انتوا ايش تظنوا؟ تغلطوا علي واسامحكم؟ زين طلباتك يا زيدان. خرخش جيبك. ولا يهمك. يكفي ولا ازيد؟ لا 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 ما قصدت كذا، انا قصدت سلمه. السلام عليكم. لا 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 انا قصدي اجيب فلوس. فلوس؟ ايوه فلوس. كيف تبغى انا اسامح وترجع لك صحتك وترجع وتشتغل وتكد في التاكسي بلاش؟ باغي فلوس ثابت؟ القزم باغي فلوس وين؟ اشوف هذه الفتنه. زويد انت باغي فلوس؟ يا شر يا اشرار جلسهم، يا عابر الابحار اغرقهم، يا قاطع الاشجار اقطعهم، يا سيف يا منشار اجرحهم، يا شر يا جبار اهلكهم، يا طير يا غروار طيرهم، يا ابو الخير يا بيدار بهدلهم، يا ثابت يا ملبق احرقهم، يا قزن يا مكان خبرهم. بس هذا الناس وقت أولي ما طلعت عبد كذب غاني يا سيدي. أنا ما عندي مال، عندي سؤال واجد.
يا ريت يا خالتي لو تزورينا دائما. دائما؟ لا دائما سامحيني ما اقدر، عندي مريض في البيت. نعم ازوركم بين يوم الثاني ما يخالف، على الاقل المس الطباخ. يا ريت خالتي معدتي ما ترتاح. على العموم اليوم انا تعلمت شيء ومستعده اتعلم. زين اقول لك قومي شدي المواعين وغسليهم. ان شاء الله يا خالتي بغسلهم من عيوني الثنتين. تسلم عيوني غسلين بالغساله. ان شاء الله. اللي شوف ضحككم هذا ما يقول انكم مختلفين في شيء ابدا. مالك اشوفك تغيرت بدن؟ لا بس خالتي انا خلاص سالفه شغل زهره انا اخذت فيها قرار. بالعقل ولا بالخوف من كلام الناس؟ بالاثنين. لا يا ولد بالخوف من كلام الناس وهذا الغلط. يا خالتي انا ما دام انك ناديتني خالتي اذا اسمع كلامي يا بدر. تفضل. انا يا بدر ما يحتاج اقول لك ايش كثر زهرة عزك لانك انت متاكد من هذا الشيء. كل اللي بقول لك اياه ان اي نجاح لزهرة فهو نجاح لك انت، لانكم خلاص أصبحتوا شريكين في الحياة. اللي يخاف من كلام الناس يا ولدي يا بدر بيتعب، والمثل يقول أربط صبعك بتحصل له 100 عناق. كلام الناس وهم بعيدين عن المشكلة كثير، لكن لو طاحوا فيها أكيد بيتغير موقفهم. فاهمني؟ كلامك كله عقل، لكن أنا حس... إذا تريد تعيش يا ولدي يا بدر اترك كلام الناس وخلي الثقة في نفسك وفي زوجتك وعيشوا حياتكم. هذا كل اللي عندي. وانت عاقل وفاهم وتقدر تحدد اللي يسرك من اللي يضرك يا ولدي. يعني كنت عارف انك جالس تضحك على الناس بشعوتك. أيوة أنا غلطان. لا من ناحية غلطان فأنت غلطان، هذه ما يبغى لها كلام. المهم قول أنت إيه سويت مع أبو الخير بعد ما هددته؟ أعطوني الأمان. ثابت؟ نعم. عندك الأمان؟ لا والله نسيته في البيت. أنا أريد العفو. بالأول رد على كلام الأخ ثابت، هذا ريال مهيبة وتطلع من عين الشرار. يسألك فرد عليه. إن شاء الله إن شاء الله برد عليه. أنا خليت لمعيوني ماني، كل ما شاف حد جاينك يقطع له ويقول له إنك مجنون ولا لص. شوف المكان. أما سالفة التاكسي تراكم تعرفوها. عرفناها أبوي عرفناها. زين أريد أعرف أنت كيف بديت مع هذا الشغل الردي؟ الحقيقة هم الناس اللي ساعدوني أسوي كذاك. الناس ساعدوك يا الطاغي وهم يخافوا منك؟ صدقوني هم السبب، ولا أنا إنسان هذا طولي وهذا قوتي، إيش أقدر أسوي؟ وخوفهم هو السبب. زين بعدك ما رديت على سؤالي. بدت السالفة لما واحدة من الجارات سألتني عن ولدها المسافر متى يبي يرجع، وقلت كلمة وما قصدتها، ولدك يبي يرجع الليلة، ورحت عنه. وفي اليوم الثاني إلا والحرمة جابت من أكل أنواع وجلست تخبر أهل الحلة إن زيدان عنده وعنده، والناس صدقت. وعاد اللي عنده مريض يجيك، واللي ما تجيب أولاد تجيك. هي كذاك، وهم اللي حطوا في القوة وخوفهم كان الضعف، وتركت الشغلة اللي كنت أشتغلها مع المعيوني رجب وتفرقت للتجل. زين وانت ايش كنت تشتغل؟ واحنا ايش نبغى ايش كان يشتغل؟ احنا انفضحه قدام اهل الحارة. لا لا ارجوكم كل اولاد سي ولا ترودوا مع اهل الحارة. زين ما قلت ليش كنت تشتغل؟ نجار. زين احنا ما بنفضحك يا زيدان، لان باين من كلامك فيك انسان. الله يخليكم. بس توعدنا عاد ان اللي يجيك يسوي حرز تقول له ما اعرف. اوعدكم. وتوعدنا انك ترجع لشغلتك الاوليه وتعيش بالحلال. اوعدكم. انزين واذا صادف وما سمعت الكلام اللي قال لك علي ابو الخير ايش هيسوي فيه؟ بسوي بتوب على ايديكم. تعال تعال. عيش الراي. والله راي عندك.
يا ترى هل يا ترى بيستمر أبو الخير يصلح أغلاط الورى بيستمر أبو الخير يا ترى هل يا ترى بيستمر أبو الخير يصلح أغلاط الورى بيستمر أبو الخير وصاحبه من بق أمره غريب ما يندري بكرة يشوف معكم نطوف بكرة يشوف معكم نطوف بالخير.